اهلا بحضراتكم من جديد، وما زلنا في اصداء الحدث الاهم واللي تابعه العالم كله، موكب المومياوات الملكيه وخروج ملوك مصر من المتحف المصري بالتحرير في مشهد مهيب تابعناه مع حضراتكم لمكان اقامتهم الدائم الجديد في المتحف القومي للحضاره المصريه في موكب ضخم ضم 22 مومياء لملوك مصر القدماء. مشهد الحقيقة بيعبر عن عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وبيبرز جهود الدولة الجارية لتطوير وتحديث القاهرة وغيرها من المدن القديمة في ظل اهتمام واتجاه أنظار العالم بالحدث. خلينا نستغل هذه الفرصة ونطرح خلال السطور القادمة مين هو أول ملك غادر المتحف المصري بالتحرير. طبعا يعني وطبقا لتسلسل الأحداث التاريخية، فأول ملك غادر المتحف المصري للحضارة وقائد الموكب الملكي هو الملك ثقنن رع. والملك ثقنن رع الحقيقة هو واحد من أعظم ملوك الأسرة ال17 في التاريخ المصري القديم. تزوج من الملكة يحيحطب وأنجب منها كاموس آخر ملوك الأسرة ال17، وأحمص الأول أول ملوك الأسرة ال18. كمان كان الملك ثقنن رع هو حاكم لطيبة أو الأقصر حاليا، بدأ حرب التحرير ضد الهكسوس وكمل الحرب من بعده أولاده كاموس وأحمص الأول. بيقول كتاب الفراعنة المحاربون دبلوماسيون وعسكريون للدكتور حسين عبد البصير إن دي كانت أول مرة يتم فيها احتلال جزء كبير من الأرض المصرية لفترة زمنية وصلت لقرن من الزمان، وكان الهكسوس بيسيطروا على شمال مصر اللي هي منطقة الدلتا المصرية العريقة، وكان نفوذهم بيمتد لمصر الوسطى. كمان الدكتور حسين وضح في كتابه أنه بدأ حكام مصر في الأسرة ال17 تحت قيادة الملك الجنوبي ثقنن رع الثاني في مقاومة احتلال الهكسوس، خصوصا أنه ما بقاش فاضل من أرض مصر المستقلة غير شريط ضيق في صعيد مصر، وهو اللي كان فيه نوع من أنواع الاستقلال الذاتي تحت سيطرة حكام مدينة طيبة العريقة اللي هي الأقصر زي ما قلنا، وكان بيمتد من محافظة أسيوط آخر حدود الهكسوس جنوبا إلى أسوان. فبدأ حكام طيبة يعني يحسوا بالقوة وبدأوا يتحالفوا مع جيرانهم من أمراء مصر في الشمال والجنوب، وكتبوا أسمائهم في خراطيش يعني بيتسبقها الألقاب الملكية للتعبير عن ذاتهم المصرية في مواجهة الهكسوس. كمان إحدى البرديات المصرية وضحت أن بداية الصراع والاحتكاك بين حكام طيبة والهكسوس وهي قصة بتميل للأجواء الأسطورية، بتوضح قصة الاشتباك بين حاكم طيبة ثقنن رع الثاني وملك الهكسوس في أولى معارك وحروب تحرير مصر من محنة الاحتلال الهكسوسي البغيض. بتظهر قصة ملك الهكسوس أبو فيس وهو بيحاول البحث عن مبرر عشان يشتبك مع حاكم طيبة ثقنن رع، فبنشوفه بيبعت له رسالة غريبة بيشتكي فيها من أصوات أفراس النهر اللي بتسبح في البحيرة المقدسة بمعبد الإله أمون في منطقة طيبة، واللي بيزعج الملك ملك الهكسوس وبتمنعه من النوم في عاصمته البعيدة الموجودة في دلتا النيل وبعيدة مئات الكيلومترات عن طيبة. في ذلك يعني ممكن نقول إشارة رمزية لمعرفة الهكسوس بالاستعدادات اللي بيقوم بيها حاكم طيبة لطرد الهكسوس. ووقتها رد عليه الملك البطل ثقنن رع رد ذكي بيظهر رغبته في السلام، كمان أكرم وفاده وفاد الملك الهكسوسي. كمان خلينا نقول أنه الملك ثقنن رع الثاني سقط شهيدا في معركة الشرف والكفاح عشان يحرر مصر من محنة الاحتلال الهكسوسي البغيض، واكتشفوا الموميا بتاعته في 9 يونيو سنة 1886 بواسطة جاستن ماسبيرو. الحقيقة انه يعني في نظريات كثيرة جدا عن كيفية وفاة ثقنن رع، اكثرها شيوعا هو انه اتقتل في معركته مع الهكسوس. بعض النظريات التانية بتقول انه اتقتل وهو نايم، وبيقولوا انه كان نايم على جنبه اليمين اللي اتعرض للهجوم، او لانه كان نايم او لانه كان قد اصيب بالفعل وسقط على جنبه اليمين قبل ما يتقتل. خلينا نروح لتحنيط الجثة، والحقيقة انه تم تحنيط جثته بسرعة لدرجة انه بيعتقد ان السبب في التحنيط في انه يعني يحنط في مكان المعركة للحفاظ على الجثة من التحنط، وعشان يتنقل لطيبة حيث تمت هناك محاولة اخرى لتحنيطه. أثار وفاته الحقيقة ما زالت موجودة على جمجمته اللي مليانة بالجروح والكسور
زي ما احنا شايفين نتيجة الضرب بالحراب، ووجدت كمان أسنانه في وضع ضاغط بشدة على اللسان، وده نتيجة الألم الشديد في اللحظات الأخيرة من عمر الملك. تم العثور على مومياء سقنا رع داخل تابوت ضخم من خشب الارز في خبيئه الدير البحري غرب الاقصر سنه 1881، وبتشير الدراسات الى ان الملك مات في الاربعينيات من عمره، وان جمجمه الملك اتعرضت للكسر مما ادى لاصابات بالغه في الراس اثناء المعارك ضد الهكسوس. مؤخرا تم الاعلان عن تفاصيل جديده ومهمه تخص الملك سقنا الرع بالاشعه المقطعيه، واللي اجراها دكتور زاهي حواس عالم الاثار، والدكتوره سحر سليم استاذه الاشعه بكليه الطب جامعه القاهره، حيث ساعدت التكنولوجيا الطبيه الحديثه في سرد قصه ملك في مصر القديمه مات في سبيل اعاده توحيد مصر في القرن ال16 قبل الميلاد، وده موجود في البحث اللي انتشر يوم 17 فبراير في مجلة فرونتس ان ميديسن. كمان قالت الدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة القاهرة إن الأشعة المقطعية لمومياء الملك سقنا الرع كشفت عن تعرضه لضربات في الرأس والوجه وإصابته بجروح قاتلة، مضيفة أن كتب التاريخ لم تذكر ملابسات وأسباب وفاة الملك سقنا الرع، وإن الأشعة العادية اللي اتعملت على الموميا كشفت عن إصابة الملك بجروح في الرأس فقط، ولفتت إلى دراسات أسلحة الهكسوس واللي موجودة في المتحف المصري بالتحرير ومقارنتها بأثار الجروح في وجه الملك سقنا الرع. كمان أشارت أستاذ الأشعة بكلية الطب إلى أن الدراسة كشفت عن وجود تشابه كبير بين أسلحة الهكسوس وجروح الملك، وهو ما يكشف عن دور الملك البطولي في مواجهة الهكسوس أثناء احتلالهم لمصر. يذكر أن طبعا عدد المومياوات اللي تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط 22 موميا ملكية زي ما تابعنا مع حضراتكم، بترجع لعصور الأسر 17 و18 و19 و20، من بينها 18 موميا لملوك وأربعة مومياوات لملكات. الحقيقة كان مشهد مهيب جدا تابعناه مع حضراتكم، حدث تاريخي واستثنائي بنتابع أحداثه وأصداءه لحظة بلحظة من تلفزيون اليوم السابع. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية تغطيتنا الخاصة بقصة الملك سقنا الرع، أول ملك غادر المتحف المصري وقاد موكب المومياوات الملكية بعد أن قاد أول المعارك لتحرير مصر من احتلال الهكسوس عشان ياخد لقب الملك الشهيد. ومستمرين مع حضراتكم في تغطيتنا المفتوحة لتغطية الحدث الأكبر والأهم على مدار الساعة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.